اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. عارف راسي خبرت واحد المده طويله، لكن علاش خبرت غادي توضح في هذا الفيديو. اصلا من العنوان ديال الفيديو تكون عرفتوا علاش غادي نهضر. هذا الفيديو كنعتبره مهم بالنسبه لي انا وفي افاده لكم حتى نتوما. خرجوا شويه هذاك الجو ديال القرايه فلوق هذاك الشيء. هذا الفيديو علاش هذا الفيديو مهم بزاف، حيت غادي نهضر فيه على جوج الحاجات. اولا العلاقه ما بين الاب والابناء ديالو، ثانيا الطريقه ديال التربيه، حيت هذا الموضوع عارف بزاف الناس كيبغوا يهضروا فيه ولكن كيخافوا من ديك الهضره ديال انت مسخوط والديك لا كيفاش. حيت دائما باقي عندنا في ديك المغرب انك اذا هضرتي على هذا الموضوع ديال التربيه وكيفاش ان ها كيفاش خصهم يكونوا الاسس ولا العلاقه ما بين الاب ولا الاب والام مع الابناء ديالهم، ولكن حنا عندنا واحد المفاهيم غالطه. فهنا من تجربتي الخاصة لواحد التجربة قصيرة ولكن كنظن اني استفدت فيها بزاف، غادي نعطي بعض النقاط ولا بعض الاشياء اللي كنظن خصهم يتبدلوا التربية ديال الابناء في الوسط المغرب. كنظن بزاف في المغرب كنعانيو من ديك المشكل ديال ان دائما الاب واحد الحاجه اللي ماشي مقدسه ولكن واحد الحاجه اللي خص بحال السلطه. الاب غنعطو اسم ديال السلطه. اغلب ديال الاسر كتلقى بزاف ديال الناس ولا بزاف ديال الابناء في المغرب ما كاينش ديك العلاقه ديال المحبه ولا ما كيحسش بداك الحنين ولا الحب من الاب ديالو. ديما داك الاب خصو يجي للدار خصو يكون سكات. هذيك الفتره فاش كيجي الاب للدار خصو تكون راحه، ما خصكش دير صداع، ما تجلسش معاه، ما تكونش واحد العلاقه ميميا، ما خصكمش تضحكوا. كاين بعض منهم لدرجه انهم كيظنوا، كنعرف بزاف الناس شفت بزاف ديال الحالات كيظن بان الاب ديالو كيكرهو. علاش؟ فقط حيت الاب ديالو ما كاينش واحد الحوار بيناتهم، دوز الطفوله ديالو كامله هو كيعاني من ديك الخوف من الاب ديالو. الاب ديالو من خصو يجي للدار، ولكن ماشي هكاك. بالعكس، خص انت اللي كنتي اب وكتفرج فيه خص تكون واحد الصداقه واحد تانيا. خلينا نكملوا الفيديو ديك الساعه ديري ها ولا طيري. علاش هضرت على هذه القضيه ديال ان تكون واحد خص الاب يوري الابناء ديالو بانه راه كيهتم الامر ديالو من يكون الصديق ديالو من كل شيء، حيت داك الشيء مع المده فاش كتكبر عاد كيولي عنده واحد التبعيات كبيره. علاش؟ تكون بسيطه بالضبط. ما هضرتش على الام حيت اغلبيه الامهات كيحاولوا ما يمكن يكونوا قراب للابناء ديالهم. داك الشيء هضرت بالضبط على الاب، حيت الاب دائما عندنا ديك الفكره ديال انه سلطه وبزاف وخصك تبين على القوه ديالك، ما تخليش ولادك يتسرعوا عليك ولا ما عرف شنو ولا مثلا الا كنتي طيب ولا رطب مع ولادك ولا حنين مع ولادك فانهم غادي يتسرعوا عليك وداك الشيء. ولكن هاد المصطلحات غالطه. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام هو بالدور ديالو كان تذكر حتى على انك تكون صديق ديال الابناء ديال. فمن التبعيات ديال ان الاب ما يكونش عاطي واحد الحب الابناء ديالو واحد المساحه كبيره في الحياه ديالو، يكون قريب ليهم، يكون عارف بزاف الحاجات، انك كتجعل الابناء من كيكبروا ولا مراحل التطور ديالهم كيفقدوا واحد الثقه كبيره في نفسهم، كيكون ديما عندهم داك الهاجس ديال واحد الخوف كيكون كتركب معاهم وكيكبر معاهم بزاف، لدرجه كيقول علاش الاب ديالي ما قريبش عليا، علاش ما كيتيقش فيا، علاش ما كيهضرش معايا، علاش ماشي صديق ديالي. اكثر داك من كيخرج وكيشوف في اوساط اخرى الاصدقاء اللي قرابين لي ان عنده واحد الاب اللي حنين معاه وكيخرج معاه وكيعطيه وقت وكيمشي معاه الصديق ديالو. حاولت نخلي هذه القضيه ديال الاب مع الابناء ديالو هي المهمه وهي الاولى، حيت بزاف ديال الابناء كيشوفوا الاب هو القدوه بالنسبه لهم. يعني بالنسبه لي مهم بزاف ان يكون الاب قريب ليهم يعطيهم بعض الوقت وداك الشيء. دابا غندوزو للحاجه الثانيه واللي كنظن حتى هي حاجه مهمه من بعد ان الاب يكون قرب للابناء ديالو، هي في الصغر من كتكون كتربي ولادك. عندنا بزاف في المغرب هذه القضيه ديال ان دائما كنحاولوا ديما داك الدري الصغير ما كنعطوش واحد يهضر معانا، دائما كنكون كنهضروا شي موضوع مهم كيبقى كتقمعوا. ما خصكش تقمعوا، خصك هو تعطيه هضره يعبر واخا يقول اشياء تافهه، ولكن خصك تخليه يثق براسو، تحسوا بان حتى هو عنده واحد الدور في ديك العائله وبانه مهم. يعني من خرجي العربية كتمشي. يعني من كتحسو كتخليه يحس براسو بأنه حتى هو عنده واحد الدور في العالم كيكتسب واحد الثقة، فمن كيكبر كتكبر مع هذيك الثقة وكتزيد تكبر وكيكون واحد الإنسان اللي المهم تعطيه واحد الخطوة أنه ينجح في حياته ويمشي مزيان، لأن الثقة واحد الحاجة مهمة في نجاح الشخص. فإذا أنت الأب كنت كتفرجي ولا أنت الأم ربي الابن ديالك على انه يثق في راسو. لو بغيتي تثق في راسو خصك انت تثق فيه اولا، يعني تعطيه واحد، يعني انت خصك تعطيه واحد الثقه بانك تحاول ما يمكن تشاركوا معاك في المواضيع اللي تكون كتهضر فيها. مين يحاول يقول شي حاجه ما تقمعوش تقول انت ما كتعرفش ولا شي حاجه، ديك الكلمات ما كتعرفش ما خصكش غتقولها للولد من يكون صغير. علمو وعيه وخليه يكون واحد البارت من العائله.
ما كاينينش. انا فاش كنقول لك هادشي هذا فانني مطبق هادشي ودايرو داكشي، بالعكس كنحاول دائما نطبق هادشي مع ولادي، كنحاول معاهم كنكون صديق ديالهم، كنحاول معاهم كنكون قريب ليهم، كنحاول معاهم كنعطيهم واحد الوقت ونخرج معاهم. بعض المرات كيعصبوني بعض الافعال اللي كيديروا، كنتنرفز شويه ولكن كنحاول نكالمي راسي وكنحاول انني نخلي ليهم ديما ديك الثقه في النفس ديالهم. زائد ان الولد ديالي الكبير اللي هو دافيد كي غير من خصو في هذه المرحله دابا، ولا كي غير من خصو، فلهذا كنحاول ما كنعطيه الوقت ونحسو بانه حتى هو راه مهم وداكشي، ما كنخليش داك كنخلي التوازن في العلاقه، وكنحاول نحاول اننا شويه نعطيه الوقت اكثر من خصو، حيت باقا صغيره شويه يعني باقا ما كتفهمش، باش ما نخليش يحس باللي راه هي احسن منه في شي حاجه، باش ما يبقاش ديك الغيره كتزيد كتكبر. وهاد الاشياء خصها تكون، حيت بزاف الناس كيبقاو من كيكونوا عنده ولاد بزاف ديما داك الولد الصغير كيبقاو يعطوه اهتمام، كيقول بلي دوك الدراري اللي كبر منه لا ما يحسوش بالغيره ولا شي حاجه. لا راه هما كاملين ولادك، فهما كاملين كيحسوا بواحد الغيره واخا هما كبار ولا شي حاجه، فخصك تبين لهم بانك راه كتبغيهم كاملين، وخصك تعطيهم الوقت كامل. كنهضر معاك كيكونوا كبار عندك السن قبل ما يوصل يكبروا بزاف، المهم ديك 10 لتحت ولا حتى 13 عام لتحت، فخصك تعطيهم تعاملوا بنفس المعامله، هذه مهمه. هادشي اللي كان في الاخير، وهذه هي الغبره اللي كنت غابر ولا فين كنت كنعطي وقت كبير للابناء ديالي، حيت في هذه المرحله الام ديالهم كتدير امتحانات ديال نهايه السنه ديالها، فكنت انا هو الاب والام في هذه المده هذه، فما كنتش كنلقى الوقت انني نصور لكم فيديوهات ولا نحل لكم فيديوهات. وقلت علاش لا من رجع نلوح فيديو، يكون واحد الفيديو كنهضر فيه على شنو هما الاشياء اللي تفيد الاباء والامهات، ولا شنو هما الاشياء اللي خصهم يتغيروا في العقليه ديالنا في العالم العربي وفي المغرب بصفه عامه، باش الابناء ديالنا يطلعوا بواحد التربيه اللي تكون مزيانه، ويحسوا بان الاباء والامهات ديالهم انهم كيبغون بزاف ويعطيهم واحد الثقه كبيره، وتكون واحد التربيه اللي صح. لان هادشي كامل اللي قلت راه الرسول عليه الصلاه والسلام كيوصي به، ولكن للاسف كنلقاو بزاف الناس باقي عندهم ديك العقليه انهم يربوا الابناء ديالهم على صافي خصهم يخاف من الاب ديالو. ايه هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبك الفيديو دير لايك وبارطاجي مع صحابك، عطينا شي اشياء تقدر تفيدنا حتى حنايا اللي ما ذكرتهمش في هذا الفيديو، ذكرهم لنا حتى في الكومنتيرات باش يستافد كلشي. ما صدمش ان هذا الفيديو كبير عليك، حيت كاين الناس يقول لك واه اش هذا الفيديو نستافد منه داكشي، غايجي واحد الوقت اللي غتولي اب ولا كنتي اب نتمنى يكون في هذاك هادشي هذا. كان معكم اسماعيل الكرام، نشوفكم فيديو جديد، تهلاو وما فيها بس عطوني افكار ديال الفيديوهات نقدر نديرهم في الفيديوهات الجايين، تهلاو شوفكم فيديو جديد. Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Gave me your number, but I never called. I got too faded off the wet. Said your name, but I forget. Now you lying in my bed, and I'm just stuck at 1%. Blood in my hand, ashes on my pants, a message.